مرحبا يا اخوان، غرفتي مسكرة ما بعرف ليش، خلينا نشوف ايش فيه. السلام عليكم. شوف ايش في ايش في. شو بتعمل؟ لا بس احنا نصر ما حنصر المكان. شو هاي اصلا؟ بس احكي لي شو هدول؟ عامل هيك مفاجأة، انا جاد لأن سمعت من كومنتات الناس ما حبوا اخر الفيديو الاخير لما عصبت كثير يعني كانوا زعلانين منك صح؟ اه يعني هم كانوا زعلانين منك شوي عشان انت يعني ما تقبلت الخساره وكانوا بيحكوا ان جاد المفروض يفوز، بس يعني مش مشكله، هو بالنهايه لعبه كانت صح. بس شو هدول يعني عشان نعرف لمين هدول الاشياء؟ لجاد. انت جايبهم لجاد؟ اه مفاجاه، حكيت لك مفاجاه لجاد، ما حكيت مفاجاه. شوف شو هم، طيب فردينا شو هذا؟ هذا طبله، هاي طبله، وهدول الثلاث سيارات اللي جاد بحبهم. انا عارف السيارات، انواع السيارات اللي جاد بحبهم. فانت هاي هي خوخه، انت اميزنج خوخه. طب يلا تعال تاخذهم لجاد. بدك توديهم لجاد هلا؟ لا مش مشكلة عادي، احنا بالبيت نوديهم زي ما هم. كيف احطيهم عشان تصير سبرايز يعني؟ يعني انا بحط هدول وراي وانت هدول وراك. يا اوكي زي هيك. يلا تعال مستر جادو. ايش؟ مرحبا. مرحبا. كيفك؟ شو اخبارك؟ انت منيح؟ اساله اياد. جادو اياد، اول اشي جادو انت زعلان؟ لا مو زعلان؟ جاد والله لا، ولا من اياد؟ ولا من انت مو زعلان من اياد؟ ولا من منا احنا؟ لا اكيد. بالفيديو الماضي الناس حكوا كانوا كثير متعاطفين معك، حكوا انت لازم تفوز بالتحدي. يعني احلف مو زعلان. والله والله قلبي. طيب اياد بدي احكي لك اشي. تفضل يا اياد. تفضل يا اياد. عشان اعوضك جبت لك مفاجأة. اياد جاب لك مفاجأة هيك، كم هدية بسيطة. كل السيارات اللي بتحبهم، ثلاث أنواع سيارات اللي بتحبهم. وهاي درمز. هاي درمز. جبت ايش في كمان؟ المهم فاياد جاب لك هذول الهدايا عشان يراضيك، علشان اللي عمله هو بالفلوج الماضي عشان نعمل حفلة موسيقية. اه اوكي، يعني انت كنت رايح تجيب هدية لجاد وجبت لك كمان. انت بعدين انت كبرتي خلاص. هو لا طب حلو، يعني انت معك جيتار وهو معاه درامز. اه عشان نعمل حفلة موسيقية. برافو. ايش هاي؟ راح يسووا عرس. بيب 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 بيب. اه حلو هذا، دخلت في الموضوع على طول. طب يلا، يعني جادو اكيد مو زعلان؟ اكيد. او جبت اشياء كمان. طب يلا شو اسمه؟ ممكن اجيب اشياء. ادي له. واو اكيد في شيء كمان على الصين. في كمان. شو هذا؟ لا ايش يا قلبي؟ عادي ازعل وتجيبوا لي هدية. إذا كل واحد بيزعل بجيبوا له هدية، أنا دائما زعلانة على فكرة. ما إحنا عشان لي كثير هدايا. آه ما شاء الله عليكي. يعني مش عارف، اليوم بابا أصلا ما عجبه طبيخي فأنا زعلانة، فالفلوج الجاي بدكم تراضوني تجيبوا لي هدية. ما عجبه طبيخك؟ مين ما عجبه طبيخك؟ مش عارف. بس بدك هدية. سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ جينا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. انت ايش في هيك هيك؟ انا اليوم عشان بدي اصير شو اسمه بطريق عشان الدنيا برد برا. طيب يا جماعه، طبعا زي ما شفتوا اياد جاب هديه لجاد. صحيح. علشان اللي صار بالفلوج الماضي. مع انه هذا الاشي يا جماعه والله ترى جاد وياد كثير شو اسمه كثير بيحبوا بعض، يعني هي فعليا كيف انا وليد حساسيه. كيف انا وليد هيك واضح. وانا اشهد. المهم يا جماعه، فاللي صار كلياته كان لعب وضحك وكلنا هيك العائله مع بعض. ف الجرايد وجعتها بتحكي بسرعه، فاياد طبعا شوي حس بالذنب وحب يراضي جاد. المهم فزي ما شفتوا والحمد لله الامور كلها تمام. تابعوا البلوج في فعاليات حتصير. المهم اليوم عندنا فلوج خفيف لطيف في البيت، فخليكم معانا. لا تنسوا تعملوا لنا لايك قبل الفيديو. خلاص انا ما بدي احكي، كمل البلوج. باي. اوكي اترككم كل شيء. بسم الله. 1 2 ما حكيكم. شوفي هون، انتوا توقعوا من هون لثلاث دقائق. الله، انظروا ما الذي يحدث هنا. جد كثير حلو. اه
في شيء يحدث بس خلص. لا لا بس الاجواء كثير خرافيه كثير كثير. الحراره تقريبا 5. مرحبا صباح خير. صباحك سكر، صباحك عسل. انا راح انتقم. صباحك مشمش. امسوس صاحي. يوك يوك يوك. هلا سيدي كمل. اوكي كمل شو كنت تحكي. لا والله كان بيقول لي الفواكه زاكيه. لا لا ما كان ترى مره انت بتحط اضاءه لما ليش فيها فنان كبسه حط اضاءه يعني حط اضاءه هون مو مطوي هذا المكان صح. هون وليد هلا حكى لي اصوره. جايب اضاءه واضرب واطرح عشان يصور صوره للانستغرام. نفسي مره تردوا علي يا عمري. لا تردوا ردوا على امكم. خلينا امي بتعمل لنا مقلوبه شو بتعمل لنا. انا شخصيا سامحكم بهذا البلوج. تمام طالع تمام بعمل رياضه. انت متاكد من كلامك عندك مقلوبه؟ لا متاكد. لا مش متاكد. لا عندي مقلوبة. رنوا علي بطلع. طب جهزت المقلوبة. جهزت المقلوبة. والله خمس دقايق. جهزت ولا خمس دقايق؟ 5 minutes. روح. اوكي. 5 minutes وخلاص. خلص ايش دخل فيها؟ روح صور على سمو وليد. تعال 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 بدي احكي لك شغلة تعال. لا لا بدي احكي بعد فوق مع ابو فارس. الو ابو فارس السلام عليكم اخي. اه اعمل حالي متخبيه وهلا انك تطلعي من المطبخ. اوه الله والله يسلم ايديك. بعد الغداء بعد ليش هيك سحبت علينا؟ بس والله انه انا اسطوره اخوان. هذا كله قبل ساعه مو صيده ما صيده تعالي وحده بعد الغداء. لا 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 حتوقعهم. بس بس لا خلص دام نحطه على الطاوله ما حد يعرف عليه. ايوه بالضبط. تعال لسه بدي اعمل قهوه ساده. اليوم ده لليلانا. خلينا كل يوم نصور فلوج. لا على فكره مش هالفلوج انا ما كنت بعرف انك بتصور. ارجع شو حكيت عشان ما صورتهم. شو عمل عصومي؟ هدول جابوا عصومي الله يرضى الله يرضى عليهم. كل يوم جيب فواكه. اه بابا نادي علينا عصومي. اه بابا عشان مره بنادي عليك. اه حبيبي بدي اعمل لكم مسابقه سريعه خفيفه بس سريعه خفيفه. وين اياد؟ اياد عصوم. اه كونتينيو رجع اللي حكى رجع ضويت ولا ضمر جديد. اول شيء واحد بسم الله بشرب المي صح. بسم الله بس يفضل يفضل يفترض ان يكون ايه جالس صح. بجلس يعني بسم الله. لا درس شو اسمه درس طريقه شرب الماء الصحيح صح ولا يشرب الماء لا هي مسكت المي هيك تمام. كيف مسكتها هيك؟ اوكي مين بيقدر بيقدر يشرب المي بحركه واحده بدون ما تحكي؟ بتعرف لا 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 بس ما بعرف كيف اشربها بعرف الحركه. كيف تقدر بحركه واحده تشرب المي بدون ما تحرك بدون ما تحرك بدون ما تتني ايدك هاي؟ ايوه ما سهل. شو اللي سهل؟ ما جد تعرف؟ لا لحظه لا يلا جرب. لا ما بدي اجرب لا احكم بالمي على لا بس تقول لي بتعرف مين بيعرف؟ بتعرف انت صح؟ انت بتعرفي ماما؟ اعمل هيك ايدي امسك المي امسكي شرب بعدين بموت ناوي يخلص مني. لا خلي ولي يلا بحركه واحده ما تتني ايدك تشرب المي بتقدري؟ انا عرفت. لحظة لا تحكي هذا انت بتعرف؟ لا ما بدي اسويها. جيب مصاصة. لا جنى بلا بلا والله جيب مصاصة. لا ما خلص انا بدي اياها هيك سويها انت هيها انت سويها هيها. اوكي تشرب مي بدون ما ايش؟ تدني ايد تدني ايد صح؟ بتصب كاسة و كيف؟ كيف؟ انت بتتكلم جد؟ يعني انا انا شو بعمل مقلوبه مش راضي احكي ولا شيء افحمت صراحه يعني لحظه منطق مش منطق مش منطق انا تريت ايدي هاي انت انا ما قلت اشرب بالايد هاي انا قلت اكيد بدك تشرب المي بدون ما تحكي بس انت اعطيتيها باليمين. لا لا ما راح ينفع اجي اشرب. هذا دليل على لا دليل على انه عندي ضعف في الدين. لا دليل على لما اخذ انا بعطيك اياها باليمين تشربيها باليمين تشربيها باليمين كلام سليم. عرفت كيف؟ ما بعرف كيف. باليمين كلام سليم. لا 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 خلص حلوه حلوه. لا لا خلص انا ايه شاطر. انا ديليت من هذا الفيديو.
هذا البلوج. لا لا خلاص انا ما بدي اشارك. انت اهم واحد بالبلوج. فقط تبقى المقلوبه سخنه. يا ماما يلا. انت بدك تقلبها؟ اه وليد تعال. طب طب ماشي ماما اسمع انا شو حكيت لك؟ مين حيسوي مين حيقلب المقلوبه؟ عصومي. ما لا ما تتفقوا انا مش والله ما في حجر. لا 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 لا, 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 لا. انت المره الماضيه انت المره الماضيه المنسف صح اليوم دور صح. انت المره الماضيه حطيت المنسف بس بدي اعمل الهيل بدي اشتغل. يلا سلام عليكم. طيب يا جماعه عصومي بده حكى لي اصوره هو بقلب المقلوبه. بدي معلومه عشان تعرفوا عصومي. نعم اول مره بحياتي بعمل هذا الشيء. لا 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 اسمعي اقسم بالله ترى راح يسوي مصيبه. والله انت على فكره المنصب كان خليتيني والله. نعمل ايش؟ احنا بالعكس مش لا لا مش كيفك هيك تنقلب المقلوبه. لا 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 بسم الله جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. هذا الغاز عزاز فما بدي فيت عليه. ايه لا لسه ما خلص اللي تبعه استنى. شكرا على الصومي. الصومي حس حاله عمل انجاز. انا هذا احلى شيء بالدنيا اصلا. لا لسه بدك ترفعها يلا. تعال يلا كمل كمل بسم الله. سلم 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 تاريخي. اي ما شاء الله. هاي طب لحمه. الله اكبر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يلا انت بس انت دوقها بعد ما قلبتها. اه لانه هي الطعمه لانه هي بعد ما القلب بتيجي. آه يا قلبي انت يا قلبي يا قلبي يا قلبي. يلا ماما علقت على قلبك حكت بحكي لها مين قلبها. الله بحكي لك بشفاها وجهها كده عصومي. يا رب الله الله. يا وين جاد؟ يلا يا جادو اليوم عملنا لك اياها باللحمه. الله يجزاك الخير. اه بارك لنا بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله يلا.